هلأ فيني أعرف من وين عرفوا هالكلاب إنه البضاعة بغرفة الغسيل؟ بلكي قالن الشرطي يلي إجا جديد الباي إجا بده يفتش العرباية، والحمد لله ما التم أنقذتنا. معقول هو يكون مخبرون؟ معقول تكون قالت لهم شفيقة وإن إحنا حاطين البضاعة؟ لك لا، مستحيل تعملها. أساساً هي مرة أكلت سكين منهم ومن هداك اليوم بتكرههم. بس ممكن الشوفير، يعني هاجر شوفير الشحنة، شو رح يعرفوا لوين أخدين البضاعة؟ بالله في شي غريب على فكرة، في شي غريب مخبى علي وأنا المفروض دور وأعرف شو هو. منيح إنه في حدا عندهم عم يحمينا ويخبرنا بكل شي. ايه والله، مين قصدكن عم يحمينا؟ في حدا منا عندهم. شش وليه؟ كيف عم تحكي هون مثل الغبية؟ لا تواخذيني. انتي بعدين رح اشرح لك بيني وبينك. انتي المهم تروقي، انا بفكر بكل القصص اللي بتخدم مصلحتي ومصلحتكم. ما شاء الله عليك. دينيز، مين وصل لك الخبر؟ يعني حركة مقصودة؟ اي مو منطق الشي اللي صار نهائيا. دينيس، في شي مو مزبوط، يعني وين بدهم يكونوا مخبين البضاعة؟ هنن وصلوا لنا هاد الخبر ليخدعونا ويشغلونا. كيف بدنا نعرف وين خبوهم؟ المفروض نلاقيهم بأي طريقة يا بنات. دينيس، شو عرفك هيك عملوا؟ يعني مين خبرك إنه هنن رح يحطوهم هنيك؟ ما حدا خبرني، أنا فكرت وقلت ما في محل تاني. أنت اعتمدتي على تفكيرك إنه ما في محل تاني يحطوا فيه المخدرات؟ في شي غلط عم يصير داريا، لأنه في شي ما نو واضح أبدا. اهدي شوي، هي قدرة وحدة بنت حرامها، فطبيعي تفكر إنه تخدعنا. شو حرباية؟ خلص بقى، ما تضلوا تفكروا باللي صار، تمام؟ فكروا بإيجابية، حنلاقي طريقة لنوقع على قدرات. إلا ما نلاقي. أنا رايحة أشرب شاي، قوموا يلا. دينيز، ما رح تقومي؟ روحوا خلص شوي وأنا بلحقكم. تمام. في شي غلط، أنا متأكدة إنه في شي غلط بالقصة. بسبب الأدلة الجديدة رح تفتحوا ملف نهال من أول وجديد، مزبوط؟ واضح إنه الجريمة مخطط لها. لما شرحناها مرة تانية وقت المحاكمة ظهرت علامات استفهام جديدة، وبين إنه الطعنة تبع عزراء ما كانت هي السبب الحقيقي لقتل المديرة السابقة نهال نهائياً. غريبة، يعني هي تعرضت لهجوم تاني غيره؟ زيرين خانهم. بتعرفي إنه نحنا ما لازم نناقش ملفات القضية السرية، مو هيك؟ كله بيبين، بس نعرف القاتل الحقيقي يلي بدي إياه إنك تعطيني كل شي ملفات متعلقة بالأحداث يلي صارت بالسجن قبل هي الجريمة. إذا قدرنا نعرف شو الأحداث يلي صايرة قبل الجريمة بشهر ونص، رح تسهل علينا الأمور كتير. تمام. الملفات اللي قبل الجريمة بشهر ونص رح تكون كافية بالفترة الأولى، بعتي لي اياهم. تكرم عينك، أنا بأقرب وقت رح بعت لك اياهم. أوزلام، تعالي لعندي فوراً على المكتب.